بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاوز امشي معاكم في الصوم ده على كلمه ابوكم اللي حضر منكم حد الرفاع، لقيته بشكل واضح جدا تركيز على كلمه ابوكم او ابيكم او اباكم. وابوك يعني يقول متى صليت ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك، وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك. متى صمت ما تعملش زي المرائين، صوم لابوك وابوك هيجازيك. لما تعمل صدقه ما تعرفش شمالك اللي بتعمله يمينك، اعملها لابوك. ولما تصلوا قولوا ابانا الذي. وبعدين يختم النص الجميل ده بكلمه جميله قوي، يقول لان اباكم يعلم. وده الموضوع اللي عاوز اكلمكم فيه، فهمشي معاكم ان شاء الرب وعشنا في الكم مره اللي يعني هنتكلم فيهم في الاجتماع عن ابوك وعلاقتك به. هناخد الصيام السنه دي من زاويه علاقتي بابويا ايه، ابويا السماوي، لان الخط ده مفرح مبهج. لان اللي يصوم صح يتمتع بحضن ابوه، يعيش كده فرحان قوي ان ربنا مشبعه حضن، مشبعه حب. وهو ده اللي ربنا عاوز يدهلنا على فكرة. ربنا عاوز يشبعنا بالحب في أيام الصوم، عشان كده ربط الصوم بقولة العريس والعروس، علاقة كده إيه رومانسية. قال هو ينفع الناس تصوم والعريس معاهم لما يرفع العريس حينئذ يصومون، فكأن الصوم بيرفع العروسة إلى حضن عريس، أو يرفع أولاد الله إلى حضن أبوه. وعشان كده بعد أسبوعين هنلاقي الابن الضال بيترمي في حضن أبوه. فأول معنى عاوز أكلمكم فيه أبوكم يعلم. بس قبل ما أقول كده برضو أفكركم بحاجة، إحنا كلنا بنقول أبانا الذي، بس الصيام الكبير زمان كان فترة إعداد للي بيتنقلوا من غير مؤمنين إلى مسيحيين، عشان كده بينتهي بحد التنصير لو تاخدوا بالكم، لأن كتير من الموعوظين كانوا يتنصروا أو يتعمدوا عشان يعمدوا يتعود يتناولوا يوم عيد القيامة. ففي إعداد الموعوظين أكتر كلمة يعني مفرحة ليهم أنه لما تتعمد هيرجع ربنا يبقى أبوك، هتقول أبانا الذي بنفسك. عشان كده تلاحظوا طول الصوم في مرد بيتكرر طول الوقت اسمه إيجيبنيوت أبانا الذي، بنغني أبانا الذي أو بنرتلها كل قداس. وساعتها نقول أخطأت أخطأت أي إرنوفي، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران، نرجع نقول أبانا الذي تاني. كأننا عاوزين نستطعم، عاوزين نراجع نفسنا على علاقتنا بربنا. أغلب المسيحيين مش عايشين فكرة أبانا الذي، مش حاسين أن ربنا أب، مش بيتعاملوا معاه من المضمون ده، مش مستمتعين بيه كأب، مش فرحانين بيه كأب، مش شبعانين منه كأب. وده اللي احنا عاوزين نعمله في الموسم ده، نقرب شوية من جمال أبونا. ودي حاجة ما بتروحش مننا، يعني أبوك الجسدي هيعيش يومين ويمشي، ولو حتى أب روحي زي حالتنا مهما كان هيديك حتة صغيرة من أبوة الله، لكن هو محدود. إنما أبوك السماوي ده حبه غير محدود وموقفه ثابت كأب، ما بيتغيرش أبدا. وكل أسبوع هتلاحظوا إنه في إضافة لفكرة أبوة الله. يعني مثلا الأسبوع اللي بعده، الأسبوع الجاي ده الكنوز اللي هتسمعوا فيه كلمة أبوكم يعلم، حد الأولاني ده. الحد التاني هتلاحظوا التشكيك في البنوة، يجي الشيطان يقول لك إن كنت ابن الله، عاوز يهزه، عاوز يقول لك يا شيخ أنت مصدق؟ مصدق إنه أبوك؟ أمال مالك عامل كده؟ تقول له لا أبوي غصب عن عينك. فتبقى أنت بتتشكك أو بيهز دي، ترجع تاني للابن الضال تلاقي بقى الأب الجميل المثالي اللي يغفر ويسامح ويعمل حفلة. أول فعل عاوز أكلمكم فيه لله دي أبوكم يعلم. يعني ايه ابوكم يعلم؟ بيقولها في متى 6، دي قرايه الحد الجاي، احنا بنمشي على الحد التالي، لان الاسبوع ده اسمه الاسبوع الاول والحد اللي جاي اسمه الحد الاول. حد الرفاع ما ياخدش رقم،
حد الرفاع يعني ايه انه ما يتعدش في الصيام. فالحد الجاي اسمه الحد الاول، عشان كده النهاردة اسمه الثلاث من الاسبوع الاول، عشان اللي بيفتح قطمارس ما يتلخبطش في الحزبة. هذه كلها تطلبها الامم، ايه هذه كلها؟ كان بيقول ماذا تأكلون، ماذا تشربون، ماذا تلبسون، قال هذه كلها تطلبها الامم. يعني كل البشر مشغولين بالامور اللي زي كده، هناكل ايه، هنشرب ايه، هنلبس ايه، هنجوز العيال امتى، مش عارف هنسافر امتى. لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. إذن رحلة الصوم الكبير إلى حضن الآب، دايما فكروا بالطريقة دي، أنت طالع جبل في الصوم عشان تترمي في حضن ربنا وتختفي. موسى النبي كان يطلع الجبل كان يشوف السحابة نازلة، وبعدين يجي لحظة كده موسى يدخل في السحابة ويختفي، كأنه دخل حضن ربنا. إيليا كده، يوحنا المعمدان كده، الكنيسة كلها كده. الحقيقة العظمى في الإيمان المسيحي أن الله أبوك. يعني لو عاوز تبشر أي حد، أجمل حاجة في حياتنا إيه؟ أن ربنا مش بس موجود، ما هو ممكن يكون موجود بس هو في حاله وأنا في حالي، لا، ربنا موجود وبيحبني كأب، أنا بالنسبة له ابن، أنا مش خليقة ضمن ملايين الخلائق، أنا مش رقم. مفيش واحد فيكم بيتعامل مع أولاده كأرقام، حتى اللي عنده 10 عيال. في حاجة اسمها واحد مثلا يموت له عيلين من 10 يقولوا له ما كفاياك 8، في حاجة اسمها كده يعني؟ الأب أب، الولد زيه زي 10، مفيش أرقام في الموضوع، الأبوة كده. فإذا أجمل ما في إيماننا المسيحي أن ربنا أبونا، ودي اللي مش موجودة في أي فكر تاني أو فلسفة أخرى، وهي دي حياتنا، هي ده إيماننا، هو ده متعتنا، هو ده رجائنا. لو ما تعرفش في ولا حاجة في الإيمان المسيحي، أنت عارف أنك تقول أبانا الذي، واللي يقول أبانا الذي يدخل السماء ببساطة. ليه؟ لأنه بيقول له أنت أبويا، يقول له أنت ابني، خلاص أنت معايا للأبد. إن كنا أولاد فإننا ورثة، ورثة الله مش أبونا. إذن هي الحقيقة العظمى، بس إحنا كلنا فاهمين إن إحنا بتتختم كحقيقة أو بناخدها أو بيتسجل اسمنا كأولاد الله يوم ما نتعمد. عشان كده بنبقى نفسنا العالم كله يتعمد عشان يرجع تاني يبقوا أولاد ربنا، يرجعوا لدي. هما فقدوها بالخطية، آدم فقد البنوة بالتشوه اللي حصل، والمسيح رجع البنوة للبشرية بالخلاص اللي عمله. إذا كان حقيقة عظمى في المسيحية اسمها الله أبوك، فالصلاة العظمى في المسيحية متى صليتم فإيه؟ قولوا أبانا الذي. ودي سمعناها يوم الحد اللي فات، حد الرفاع، كأن الكنيسة بتقول لنا إيه؟ بصوا أنتوا شاطرين، حافظين صلوات كتير، حافظين مزامير، بعضكم حافظ تسبحة، عارف ألحان وإبطي، بس إياكوا تنسوا إيه؟ أبانا الذي. كل ما تصلوا صلوا، عشان كده تدريب هنبتدي بيه النهاردة، كل مرة نصلي أبانا الذي أرجوكم قولوها إيه؟ كلمة كلمة، بالذات عند أبانا دي ما تجريش، لأن أنت طول ما أنت بتجري في أبانا أنت مش دريان يعني إيه إن ربنا أبوك، ما دقتهاش كفاية، ما حسيتهاش، ما استطعمتهاش، خسارة. الحياة العظمى، ما هي حياة المسيحيين؟ حياة المسيحيين بتتلخص في مفهوم بسيط جدا، دول ولاد ربنا بس، وبالتالي مختلفين عن أي بشر. أولاد الله ظاهرون، ليه؟ شبه أبوهم، واثقين في أبوهم، عندهم عشم في أبوهم، الدنيا كلها تحت رجليهم، ليه؟ أبوهم ربنا. أنت لو شفت واحد أبوه وزير ولا أبوه شخص مهم هتقول يا عم هنروح فيه فين؟ ده أبو فلان. طب أنت أبوك ربنا وأبو فلان ده ولا حاجة. إذن حياة المسيحيين هي حياة أولاد الله، ودي أجمل حياة وأعظم حياة، وهي دي رسالة المسيحية في العالم. أول معنى ننشغل به، أبوك يعلم احتياجك. مفيش حد فينا ما عندوش احتياجات، كلنا بنحتاج ناكل، بنحتاج نشرب، بنحتاج
نلاقي نفسنا، بنحتاج نتحب، بنحتاج نحس بأمان. وساعات يصعب علينا، أنا جعان أكل أو شرب أو حب، أو تفتكر ربنا مش حاسس بيك، تبقى أنت مش فاهمه. تيجي بنت كده لطيفة من بناتنا تقول إيه، يا ابونا طب أنا غصب عني محتاجة حد يحبني، محتاجة أرتبط وما فيش عرسان. أقول لها معاك حق، كلهم واقعين، لكن أقول لها طب أبوك عارف ولا مش عارف؟ لا عارف، وحاسس، حاسس قوي. ده أبوك، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه. كلمة دي قد كده جميلة. ليه؟ أرملة تيجي تقول طب أنا سمح لي أترمل بدري، وغصب عني عندي احتياجات نفسية على الأقل، تفتكري أبوكي مش عارف احتياجك؟ لا حاسه. طب أنا عيالي جوزوا وسافروا والبيت فضي عليا وعندي احتياجات كنت بشبع بيهم، كنت فرحانة بيهم حواليا، تفتكري أنت كأم ربنا مش عارف احتياجاتك؟ طب أنا مريض والدواء غالي وعمال أصرف وحاسس بعدم أمانة، لو الفلوس خلصت هلاقي منين دواء؟ تفتكر أبوك مش عارف؟ أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه. هتقولي طب إذا كان عارف ما بيدينيش ليه؟ أقول لك يبقى أنت مش فاهم، هو بيديك بس أنت مستني حاجة مختلفة. أبوك بيديك حب بس أنت عاوز حب بشري رخيص تعبان مخشوش، بس هو ده اللي أنت مصر عليه، زي الطفل المشاغب اللي عاوز يسيب الأكل المفيد كله ويأكل حاجة تجيب له مغص في بطنه، وانت عمال تخرب الدنيا، عاوز حب من ده، عاوز عريس، عاوز مش عارف ايه. يا شيخة خليك عاقلة. ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه. انت احتياجك لأب من النوع ده، لحب من النوع ده. القديس بولس وهو في السجن في روما بعت لفيليب، قال لهم كلمة جميلة قوي، قال لهم يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. ربنا يملك كل احتياجاتك. ما تصدقوش ان في واحد بيصلي من قلبه وجعان، لا هو جعان لانه ما صلاش كويس، ما عادش مع، ما قفلش، ما عملش الوصية اللي الكنيسة قالتها يوم الحد، ادخل مخدعك واقفل على نفسك وخد من ابوك اللي انت عاوزه. عاوز حب تلاقي، عاوز امان تلاقي، عاوز طبطبة تلاقي، عاوز تعزية تلاقي، عاوز سلام تلاقي، عاوز تلاقي نفسك هتلاقي، عاوز أكل وشرب هيجي لك تحت رجلك، ده أرخص حاجة. أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. إذا ما يتهيألكش إن ربنا مش حاسك، يمكن البشر كلهم مش حاسين، يمكن أقرب الناس مش حاسين، بس ربنا لا. أنت اللي مش فاهمه، أنت اللي مش عارف سكتك تشبه احتياجك إزاي، انت عمال تقول يمين وشمال، تحفر بصابعك لما صابعك اتقطعت ابار لا تضبط ماء، وتركوني انا ينبوع الماء الحي. الاحتياجات الملحة جدا في الزمن ده احتياج للحب واحتياج للامان. اغلب الناس جعانة حب، واغلب الناس عندها insecurity عدم امان، بيبان في العصبية اللي عمالة تزيد، في الكآبة اللي عمالة تزيد، في القلق اللي واكل عقل الناس كلها، في التأمينات والفلوس اللي عمالة تترمي في حاجات قال يعني هتدي نوع من الأمان. كل ده جوع. وأبوكم يعلم ما تحتاجون إليه. حاجة تكسف إن إحنا كمسيحيين يبقى أبونا مصدر كل حب ونبقى جعانين حب، ومصدر كل أمان ونبقى جعانين أمان، نبقى بنخاف ونبقى بنقلق ونبقى بنحسب ونبقى بنشحت الحب شحاته من الناس. يجي واحد يقول فلان ما سألش علي، يا شيخ انت تعبان، انت مستني فلان يسأل عليك؟ يبقى ابوك ربنا وفارق معاك قوي يسأل عليك ويطبطب عليك؟ ايه الفقر ده؟ هذه كلها تطلبها الامم، سيب ده للناس الغلابة اللي مالهمش اب. انما احنا لينا اب وما بيموتش. ابوكم يعلم. انت مشكلتك انك ما بتقفلش كفاية وما بتقعدش كفاية فما بتشبعش، فطالع بتقول ماليش اب، عيب عليك.
تاني حاجة، أبوكم يعلم ضعفكم. برضو مشكلة من مشاكلنا إن إحنا بنركز زيادة في نفسنا. أنا ضعيف، إرادتي ضعيف، مخي تخين مش بيفهم، جسمي تقيل مش بيتحرك، مش قادر أصوم جد، مش عارف أغلب نفسي، ضعيف قدام شهوات، ضعيف قدام طبع قديم، ضعيف قدام ملذات. تفتكر أبوك مش عارف؟ أبوك عارف. في أب مش واخد باله أنه ابنه لسه بيحبي، منتظر منه يجري يعني؟ أبوك عارف كويس أنك بتحبي، لو مشيت خطوتين هيسقف لك. أنت فاكر نفسك يعني هتدخل الجامعة؟ ما أنت لسه في الأول. أبوك يعلم ضعفك، ده شيء مطمئن. أنت ليه ناسي أن ربنا عارف كويس لما بتقول له يا رب أنا ضعيف؟ يقول لك ما أنا عارف. يعني أنت مش مستني مني أكون زي البابا كيرلس؟ لا طبعا. استنى منك إيه؟ بس أنت صلي مرة بنفسك كده تبقى كويس. أنت عارف أني ضعيف، يعني مش بلتزم، عارف. وعارف أن أنا بوعد وبخلف، عارف. وعارف أني طبعي ملخبط آخر لخبطة، أيوه عارف. طب وأنت لسه أبويا؟ لسه أبوك طبعا. يعني بتحبني وأنا كده؟ بحبك زي كده عادي جدا. هو أنت ما بتضايقش أن أنا ضعيف؟ ما بتضايقش، ما كل أولادي ضعفة، هو في حد كويس؟ ما تنسوش أن ربنا بيختار الضعفاء، فهو عارف كويس. تفتكروا ما كانش عارف أن موسى عصبي؟ لا، موسى كان عصبي طبعا، لكن البرية علمته الأدب. بس ربنا عارف ضعف وعارف طبعه، فمرة خبط في ربنا بكلمتين ناشفين قوي وربنا سكت. قال له أنا كنت حبلت بالشعب ده عشان تقول لي شيله؟ أنت بتقول كده لربنا؟ ما أنا عارف ضعف موسى، ما هو برضو بيتحمق شوي. طب يونان بيشخط في ربنا، يقول له مش ده كان كلامي؟ إذ كنت بعد في أرضي بس جبتني على ملاوشي وبهدلتني، ما أنت عشان طيب بيضحكوا عليك؟ ربنا عارف ضعف، عارف ضعف كل الناس. داود يقع وقعة سودة، أنت لسه هتقبله؟ هقبله عادي وهرجعه تاني. ليه؟ أنا عارف أنه ضعيف. ده شيء مريح جدا. أبوكم يعلم مش بس احتياجكم، يعلم ضعفكم. أنت ليه بتيأس؟ تيأس لو ربنا منتظر منك 10 من 10، هو عارف انك انت نصف من 10، لما تبقى 1 من 10 يهنيك. ربنا بيشتغل بالضعفاء مش بيشتغل بالأقوياء، ما بيستناش الناس تبقى 10 من 10 عشان يشتغل بيها، بيشتغل بناس ضعيفة. اشتغل بالرسل وكلهم شكوا، يا رب انت عارف ان الرسل دول اللي انت اديتهم سلطان يخرجوا شياطين، ليلة صليبك كله هيجري، كله هيخاف، كله هيشك، عارف يشكوا بعد ما عملوا معجزات، عارف ليه؟ ضعف. انا واخد على ضعف البشر، عشان كده احنا لما ربنا يعني يهنئ يعني ينعم على واحد بخرجته يعني يخلص حياته، نقول في الأوشية بتاعت الراقدين: لأنك أنت يا رب تعرف إيه؟ ضعف البشرية ونقصها. أنت تعلم كل واحد، بنسلمه لربنا نقول له بس إحنا إيه، عشان بس ما تحاسبوش قوي يعني، أنت تعلم إيه؟ ضعف البشرية ونقصها. فربنا يقول أنا عارف كويس، أنت عارف أنه بيغلط عن ضعف، وعارف أنه بيحبك بس حياته ملخبطة وآخر لخبط، عارف عارف وبحبه وبيحبني وملكوش دعوه. ربنا يتمجد في الضعفاء. يعني السامرية الضعيفة اللي هنقابلها دي واحدة ضعيفة نفسيا جدا، فبقت فريسة للرجال المتعبين، ومع كده ربنا شايفها يجي منها قوي ويتمجد فيها وتجيب له البلد كلها. ثالث نقطة، أبوكم يعلم ثقل التجربة. أنا مركز على كلمة واحدة بس، أبوك عارف، لأن صدقوني الفكرة دي لوحدها تخليكم سعداء جدا في حياتكم. كل ما يحصل حاجة تقول لنفسك إيه؟ أبويا عارف، أبويا عارف، خد خبر خلاص، مفيش مشاكل، يحصل اللي يحصل، هو عارف بيعمل إيه، وهو عارف إني ضعيف، وهو عارف أنا محتاج إيه، هو عارف كمان ثقل التجربة. كتير ما الواحد يبقى مثقل،
دخل في تجربة متعبة، ضغط نفسي فظيع، ألم في جسده أو في قلبه شديد، ومحدش قادر يحس بمقدار الألم، لأن البشر مهما كانوا محدودين في عطائهم، مشاركة الألم دايما بين البشر محدود، حتى أقرب الناس مين اللي بيبقى حاسس وعارف كويس قد إيه أنت موجوع فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن في كل ضيقهم تضايق. هو مش عارفها نظري، خلي بالكم، يعني ربنا عارف تجربتك ووجعك، ومش بشكل نظري كمعلومة، لا لا، هو عارفها وحاسسها، لأنه أب، وأب مثالي. إذا كان أي أب طيب ابنه ما بيشتغلش بيبقى قلبه وجعه لمجرد أن ابنه مش لاقي شغل، أو ابنه مثلا متضايق فتلاقي التاني قلبه وجعه لأن ابنه متضايق. كم وكم الأب السماوي المثالي، أبوكم يعلم ثقل التجربة. فلما تبقى مجرب لازم تقول له أنت حاسس بي، تأكد أنه بيطقطق رأسه كده وقول له حاسس بيك يا حبيبي، حاسس بيك كويس قوي، وعارف قد إيه صعبان عليك، وياما بيصعب عليا زيك، وما تخافش أنا جنبك، وأنا الوحيد اللي هريحك. ربنا من كتر إحساسه بآلام البشر أرسل ابنه ليتألم ويتصلب ويجرب ويعدي عليه كل أنواع الوجع اللي بيعدي علينا. الوحدة عدت عليه، الظلم عد عليه، الضغط النفسي عد عليه، التعب الجسدي عد عليه، كل ده عد عليه. حتى قيل عنه تعبير مختبر الحزن، فأشعياء يقول كده عن الابن الكلمة المسيح، مختبر الحزن، خبرة في الحزن. فلما تقول له قلبي واجعني قوي يقول لك حاسس بيك قوي وحاسس بوجعك، وتلاقيه عمال يمسح دموعك ويطيب خاطرك وقاعد جنبك، بس اقفل على نفسك، ادخل مخدعك واقفل على نفسك وسيبه يعمل شغله. انت بقى مش عاوز تدخل مخدعك وبتقول ربنا مش حاسس بيا، ما انت اللي معذب روحك. القديس بولس جاله وقت اتقهر، اترمى في سجن والناس كلها خافت تدافع عنه، وبقى لوحده زيادة، ولا عارف يخدم ولا عارف يلاقي ولاده وصحته تعبانة. بعدين يقول ايه؟ الرب وقف معي وقواني، وقف معايا وقواني. ليه؟ هو عمل القلاية مخدع وقفل المخدع، هو كده كده مقفول، وبقى ايه؟ أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيت. يبقى تالت حاجة، أبوك عارف تجربتك، عارف اني متضايق، عارف اني مظلوم، ايوه، عارف اني مخنوق، عارف، عارف اني حزين جدا، عارف، عارف اني بشتهي الموت، عارف، حاسس، حاسس قوي، وعد على كل اللي انت عديت عليه. رابع معنى، ابوكم يعلم تذبذبكم. يعني ايه؟ حاجه شبه الضعف بس بطريقه تانية. احنا ساعات يا احبائي ننتظر من انفسنا اكثر جدا مما نستطيع، فكلكم والحمد لله داخلين على الصوم مستحلفين، شكلكم كده هنصوم بقى وناخدها جد، وصلوات ايه وقرايات ايه، وهنكسر الدنيا. مش عاوز احبطكم، لكن انتوا عارفين اللي هيحصل. هيحصل ايه؟ هتلاقي بعد اسبوعين ثلاثة ما كانش قبل كده، هتلاقي نفسك ايه؟ بتخنصر في الصلاة، وبتدلع في الاكل، وبتنام زيادة، وبتجيب سيرة الناس، امال ايه اللي قعدت تقوله من قبل الصوم ده؟ ربنا على انت تتغاظ وتتنكد وتتضايق من روحك وكأنك غريب عن نفسك يعني، انما ربنا عارف، عارف الطبع البشري، فعارف ان البني ادمين كلهم كده، كلهم يطلعوا وينزلوا. قال مرة في يوحنا 2 كلمة جميلة قوي، لما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع. خلي بالكم ده احنا في يوحنا 2، لغاية يوحنا 20 هنكتشف ان محدش آمن، بس من يوحنا 2 يقول لك آمن كثيرون، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع. يعني ايه؟ الجميع بدون استثناء، لأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان،
مش محتاج حد يقول له معلش هننبهك بس يا رب البني ادمين دول ايه يطلعوا ينزلوا، لا عارفهم كويس قوي. لانه علم ما كان في الانسان، كل اللي امنوا دول اغلبهم رجعوا، حتى الرسل اللي مشوا وراه شكوا ليله صليبه، ويوحنا اللي كتب الانجيل قال ما امناش غير لما شفنا القبر فاضي، لانهم بعد لم يكونوا قد امنوا، بيقولها في اخر الانجيل. امال بس الايمان الاولاني ده كان شكله ايه؟ انت عارف يا رب اني متذبذب، اطلع قوي واتهبت في الارض قوي. هو انت لسه بتصدقني يا رب لما بوعدك؟ طب ده انا ما عدتش مصدق روحي. ولا انت حبيبي انت مصدق نفسك؟ هل بتقبلني يا رب لما بخلف وعدي؟ تصور واحد مش طايق نفسه داخل يقول له مش عارف اقول لك يا رب وعدتك وخلفت، ويلاقي ربنا زي اللي مبتسم، فيقول له انت مبتسم ليه؟ يقول له ايه الجديد؟ ما انت مش بني ادم برضه؟ كل البشر بيعملوا الخيبه دي للاسف، يوعدوا ويتهيأ لهم هيكسروا الدنيا ويمشوا خطوتين ويناموا تاني. أبوكم يعلم الظروف. في ناس بتبقى مركزة في الدنيا بزيادة وشايفة مثلا أخبار البلد ولا أخبار المنطقة الشرق الأوسط ولا أخبار الدولار ولا، والموضوع ده واكل عقلهم بزيادة. هو أنت واخد بالك إن ربنا عنده خبر ولا مش واخد بالك؟ تفتكر الظروف دي واصله له ولا ما بيقراش جرايد؟ يمكن ربنا ما بيقراش جرايد او ما بيتفرجش على السياسه. لا، ربنا دريان، عارف الظروف اكتر منك، وحاسبها بدقه غريبه عشانك، بدقه متناهيه، لانه ما عندوش في الدنيا زيكم. ولاده في الاخر ضابط الكل، كل حاجه عشان ولاده. فابوكم يعلم الظروف. ايه يعني اللي ممكن يحصل؟ لما يتقال كثيرون قاموا علي، تفتكر هو ربنا مش واخد باله ان في كتير قاموا عليك؟ كان مشاكل ولا ناس ولا مؤامرات، خافئين وظاهرين، عارف كويس قوي. لما يقول بولس من الخارج خصومات ومن الداخل مخاوف، الظروف ملطشه من كل ناحيه، هو عارف كويس قوي، وعارف ممكن يفكها ازاي، وبرضه محسوبة بشد. أبوكم يعلم، دي كلمة مريحة، بدل ده أبوك وعارف وفي إيده كل حاجة، طب أنت مضطرب ليه؟ واحد زي يهوشافاط كان إيمانه أحسن من إيماننا شوية، كان فاهم حكاية ربنا عارف دي، أو أبوكم يعلم أكتر مننا. فلما حوصر من كذا جيش وهو جيشه تعبان قوي على قده، قال له يا إلهنا أما تقضي عليهم؟ انت هتفضل تتفرج كده لما ياكلونا؟ لانه ليس فينا قوه امام هذا الجمهور الكثير الاتي علينا، واحنا قد ده كله. وبعدين قال له ايه؟ بص، نحن لا نعلم، انما انت ايه؟ انت تعلم. انا مش عارف، لا عارف لها صرفه ولا شايف لها حل ولا نعرف نروح ولا نيجي، وهي ما تتحلش في دماغنا ابدا. نحن لا نعلم ولكن نحوك عيوننا. هتفضل عينينا عليك ولسان حالنا بيقول ايه؟ أبوكم يعلم. انت ما تعرفش بس أبوك عارف، ايه المشكلة؟ أبوكم يعلم جهاتكم. من ضمن الأمور اللي تخلي الواحد يفرح ويتعزى، أبوك عارف احتياجاتك، وعارف قلنا ايه ضعفك، وعارف انك بتطلع وتنزل، وعارف الظروف كويس. أبوك كمان عارف جهادك. يعني إيه؟ من أجمل الكلمات اللي تتكرر في سفر الرؤيا، قبل ما نقفل الإنجيل كده، في كلمة بتتكرر معزية جدا، يقول لكل واحد بيخدم أنا عارف أعمالك. يعني إياك تكون بتنزل مثلا الصعيد أنت فاكر ربنا مش عارف؟ ده عارف ومقدر قوي. واحد سايب بيته مثلا وصحته على القد، انا عارف حبيبي. واحد بيطلع اكتر من العشور، انا عارف كويس. واحد صحته مش مساعدان بس الخدمة غالية عليه، انا عارف. واحد جاي على نفسه قوي عشان يسامح، انا عارف طبعا.
أنا عارف كل اللي بتعمله. طب ده شيء مفرح، شيء جميل قوي إن ربنا يكون عارف كويس كل حاجة بتعملها لحسابه، ده يطمنك. يعني يمكن الناس بتنسى أي حاجة اتعملت معاها، بس ربنا ما بينساش. لدرجة آية جميلة تقول إيه في ملاخي 3، آية حلوة قوي، تقول حينئذ كلم متقوا الرب كل واحد قريبه، زي ما أنتوا بتعملوا في العشوائيات كده، كل واحد يكلم قريبه عن ربنا. والرب أصغى، بس الحتة دي تخوف ليلة، هتبقى فضايح لما يسمع بتقولوا إيه في البيوت، لكن يعني نعديها. لا أنا أخذها من الجانب الإيجابي، ربنا قاعد يسمعك وأنت بتحكي في البيت وفرحان قوي أنت بتتكلم عني. حاجة كبيرة عند ربنا إن أنت رايح عشان البيت الناس الطيبين دول تدخل تتكلم عنه. وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة. تصور إن كل زيارة وكل مشوار وكل بيت وكل مرة تفتح بقك تتكلم عنه يكتب تذكار، اليوم الفلاني الساعة الفلانية الأخ فلان دخل بيت عم فلان وقال الحكاية دي، ومحطوطة في رصيدك. ده إيه العز ده؟ ربنا عارف أعمالك، سفر تذكرة للذين اتقوا الرب، ده الأكتر من كده. هتقولي أنا حتى مقصر في الخدمة، بس ما بيخلاش اليوم إن أنا بفكر في ربنا، حتى دي بتتكتب، وللمفكرين في اسم. يعني وانت كده على الماشي في الشغل ولا في العربية بتفكر فيه، بتفكر فيه، يكتب سفر تذكر فلان بيفكر فيه دلوقتي، ويحط لها الميعاد ويحافظ عليه. تبقى انت في المطبخ وبتفكري في ربنا، محسوبة سفر تذكر قد كده. ده شيء مشجع جدا. مش ابوك، ابوك يعلم جهادك ويعلم كيف تفكر فيه، متى تفكر فيه، بتتكلم عنه، بتقول ايه، كل ده يعرفه. آية جميلة تاني تقول ايه، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. ساعات تتعب انت نفسك تنسى انك تعبت من اجل الله، انما ربنا عارف تعبك كويس قوي. مش ممكن تكون تعبت في حاجة ولو بسيطة الا ومرصودة في السماء. مش زي يدينا رجاء، مهما كانت أخطائنا وضعفاتنا وحالنا أبوكم يعلم، أبوك عارف أنك بتحب، وديك على قدك بتقول له بحبك يا رب، بس أهو ما شوية خدمة تعبانة وخلاص، لكن تعبكم ليس باطل. أبوكم يعلم من هم له، يعني إيه دي؟ ربنا عارف مين بتوعه، مين اللي ليه، مين ناسه. احنا احيانا يا احبائي نبقى مش عارفين مين بتوع ربنا بجد، لكن ربنا يقول تعبير يدي رجاء عالي جدا في وقت ايليا مع انه نبي ومليان بالنعمة، وطبعا كنبي يدرك ما لا يدركه البشر العاديين، انما اتهيأ له ان مفيش حد يعرف ربنا، محدش فاكر ربنا في الزمن بتاعه. يقوم ربنا يقول له ابقيت لنفسي 7,000 ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله. يبقى ربنا عارف مين اللي ليه. مجرد واحد لم ينحني البعل، ما عبدش أوسام، بس ما نعرفش بيعمل ايه، يمكن ما بيصومش ولا بيصليش، بس هو ما عبدش الوثن ده، بيقول ده بتاعي لسه، ده لسه محسوب عندي بالاسم كده، لأن المسيح يعلم من هم له. ربنا يسوع وهو بيتكلم عن قائد 100، الرجل الأممي اللي فاكرينه وثني، الرجل الطيب ده، قال على فكرة يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم. ده أنا ليا ناس ما يخطر لكوش على بال، هتشوفوا في السماء ناس تبقى مش مصدق، ده دخل السماء، ده دخل ازاي ده، وده عرف ربنا امتى، وده عمل ايه عدل في حياته، وده تاب امتى. يعلم ربنا من هم له. ربنا له ناس. هو اللص اليمين ده كان حد يتوقع انه يبقى ده تبع الفردوس؟ اساس الله الراسخ قد ثبت اذ له هذا الختم. يعلم الرب الذين هم له، تعبير حلو قوي. ربنا عارف اللي لي، وليتجنب الاسم كل من يسمى اسم المسيح. يعني كل اللي بيقول يا رب يسوع يصحي بعد عن الشر، كل اللي اسم المسيح اتحط عليه كمسيحيين
لازم نتجنب الاسم عشان نبقى بتوع ربنا. بس هو في الآخر عارف اللي ليه، عارف اللي بيحبوه. فاكرين الكلمة الجميلة اللي قالها بطرس بثقة؟ قال له أنت تعلم إيه؟ أني أحبك. بص أنا أنكرتك وأنا طالع فيها وأنا مستاهلش ولا حاجة، بس أنت عارف أني بحبك. قال له عارف، عارف كويس أنك بتحبني. طب ما كل واحد فيكم يقدر حتى في لحظة ضعف وفي لحظة كسله وفي لحظة يعني أي حاجة وحشة يقول له يا رب ينفع أقول لك أنت تعلم أني أحبك برضو؟ يقول له أنا فعلا عارف، عارف أنك بتحبني. خلاص يبقى كل حاجة سهلة. إذن أبوكم يعلم دي مريحة جدا. نراجع تاني نقول أبوكم يعلم كل حاجة بداية من احتياجكم، عارف كويس أنت محتاج إيه. أبوكم يعلم ضعفكم، أبوكم يعلم تجربة والوجع، أبوكم يعلم تذبذب بتاعنا، يعلم الظروف ويعلم جهادنا، وأخيرا يعلم الذين هم له. تعالوا نقول بفرح في كل وقت ربنا عارف، ربنا شايف وعارف. شيء مريح جدا انك تفكر بالطريقة دي. ربنا شايف بيعملوا ايه، بيتأمروا ازاي، شايف. وربنا شايف نفسك في ايه، وربنا عارف ضعفك وعارف كل حاجة. طول ما ربنا عارف هتقلق ليه وتفكر ليه؟ هو عارف المصلحة وهو عارف حالنا وعارف يدخلنا السماء ازاي. خلينا نرمي عليه لإلهنا كل مجد وكرامة.